فكرة الصدق والمصداقية قد ما هي كانت واحدة من الأمور الواضحة جدا في مسلسل مثلا مسلسلات السنة دي، يعني تحديدا مسلسل اختيار ومسلسل عائدون، قد ما هي بتبقى تحدي للكاتب. انت عاوز ترصد الحقيقة وكل الحقيقة، وفي نفس الوقت عاوز تعمل بناء درامي، وعايز تعمل خطوط للشخصيات، وعايز تعمل تفاعل للناس مع هذه الشخصيات، وعايز تقول ما يمكن أن يقال. ده تحدي أنا متأكدة أنه كان التحدي الهام جدا عند الكاتب الأستاذ بهاء دويدار مؤلف مسلسل العائدون، عفوا باهر دويدار مؤلف مسلسل العائدون. وعشان كده عايزة أقول لك الأول كل سنة وأنت بألف خير، وثانيا احكي لنا بس عن ما قبل التصوير ووقت الكتابة. مساء الخير عليك الكاتب باهر دويدار. أهلا وسهلا، مساء النور. متهيألي أنه فكرة رصد واقع قريب وتحديدا في العائدون الموضوع كان مختلف كمان عن الاختيار. الاختيار يمكن معظم التفاصيل عشناها وشفناها، لكن العائدون كان فيه كواليس ما كناش نتخيل أو ما كناش نتوقع، ما كناش نعرف إنها بهذا الحجم وبهذه القوة. احكي لي عن يعني صراع الكاتب ما بين رصد الحقيقة وما بين بناء خطوط درامية للشخصيات وحكايات. يعني الحقيقة هو ده بيبقى التحدي الأكبر في المشاريع اللي من النوع ده، إنه أنت مش بتمسك خيال، أنت حر فيه تماما، ولا أنت بتعمل عمل وثائقي أو برنامج أو محاضرة، أو أنت في النهاية بتاخد الحقيقة المجردة وتمسك حواليها خيال وتشبكها ببعض بشكل لا يخل بيها ولا يتعارض معاها ولا يتعدى خطوط الحقيقة، لأنه في النهاية في أمانة نقل الحقيقة، لأنه دي مسؤولية إحنا طالما بنقول للناس إن ده مستوحى من أحداث حقيقية يبقى إحنا بنتحمل مسؤولية إن إحنا ما نغيرش في الأحداث. ده طبعاً بيعمل صعوبة على جزئين. الجزء الأولاني الوصول للحقيقة في حد ذاتها، ده بيحتاج عمل بحثي شديد جداً بتفاصيل مش لازم كلها تطلع في المسلسل. يعني خلي بالك حضرتك، انت مش بس بتجمع الداتا اللي هتطلعها، انت بتجمع داتا كتير جدا ثم تنتقي منها اللي هتطلعه، مش هتطلعها كلها. اللي لازم تبقى عندك مخزون للكاتب يعني عشان يقدر يبني الشخصيات. في حاجات بتبقى محتاجه انا اعرفها حتى لو مش هكتبها، لانها بتفرق معايا في بنى الشخصيه، في تخيل حدث، في تخيل مقدمات حدث، نتائجه الى اخر هذه الاشياء. لو انا عايز ابني شخصيه ممكن المها من 7-8 شخصيات مختلفين، فبلم ال7-8 شخصيات واخد من ده حاجه ومن ده حاجه ومن ده حاجه ثم ادمجهم في بعض في شخصيه خياليه مفترضه لكنها مبنيه من الواقع في الاساس. فالعمل البحثي ده بياخد شغل كتير جدا. يعني في العائدون خد شهور تقريبا، في الاختيار الجزء الاول خد تقريبا نفس الوقت، فهما مرتده خد حوالي سنه، يعني اللي هو العمل البحثي انك انت بس بتلم الحقيقه تحت ايدك بشكل مجرد. عندي سؤال بقى، ما جالكش احساس كده او اغراء ان شهادات شهود العيان، ما انت اكيد في ضمن العمل البحثي سمعت واتكلمت مع ناس من شهود العيان، الثروه اللي عندك دي ما فكرتش مثلا انها تبقى كمان في شكل كتاب، ولا انت كنت شايف انه لا تطلع دراما وتطلع بالشكل الاقرب للناس، ولا ده كمان ممكن يكون مشروع يعني قادم؟ فكرة التوثيق في حد ذاته ربما لاحقا بعد زمن، لكن أنا من الناس اللي مصدقة جدا إنه أقرب الطرق للوصول إلى عقل المتخرج في عموم الناس هو الدراما المرئية، لأنه في النهاية الكتاب محدودية انتشار، أنت محتاج درجة معينة من التعليم ودرجة معينة من الثقافة ودرجة معينة من الوقت الفاضي ودرجة معينة من الهواية عشان توصل له. إنه الدراما المرئية توصل لكل الناس بشكل سهل. يعني طبعا عندي بقى برضو يعني إعجاب شديد وانبهار شديد بأنه بتلقي الناس لمسلسل العائدون، يمكن معرفش ده بالنسبة لك كان ليه نفس الواقع اللي احنا شفناه، أنه عندك كان فيه كتير من الأسرار التي كشفت لأول مرة، حسيت بفرق ما قبل عرض المسلسل وما بعده، حتى في دائرة المحيطين بيك قالوا لك التعليق ده؟ الحقيقه يعني بيبقى الواحد، انا كنت خلصت كتابه قبل رمضان، فكنت عندي من الوقت الفاضي ان انا ارصد ردود الافعال على قد ما اقدر. ده انا عايز احييك على دي تحديدا. ما بتحصلش كتير دي. الحمد لله خلصت قبل رمضان بشويه. والحقيقه
الحقيقه انه يعني احنا الحمد لله رب العالمين، انا بقالي كام سنه عندي مشروع عباره عن حلقات بتكمل بعض كده، من كلبش اثنين لكلبش ثلاثه لاختيار واحد للهجم المصدق وهكذا. في كل مشروع بيبقى عندي هدف يخصني بشكل يعني اعمل المشروع ده ليه. اللي كان يعنيني في العائدون ان الناس يوصل لها كواليس الحدث. احنا اتكلمنا في الحدث كتير، يعني اتكلمنا في الارهاب كتير، اتكلمنا في ما حدث في 10 سنين فاتوا في المنطقه كتير. لكن بقي الجزء انه انك تعرف هو ده ازاي بيحصل، بيحصل ليه ومين المستفيد منه وايه اليه حدوثه وايه اليه التصدي له. ده كان الهدف. علشان فهم الحكايه دي هيخلينا نفهم حاجات كتير جدا بتحصل حوالينا كتير. يعني الهدف كان في دماغي انه بعد ما انت تتفسر لك ده ان المتفرج بعد 5 سنين لو حصل حدث اخر يقدر يفسر ويفكر فيه ويوصل لتحليل، يعني يتحول المواطن العادي الى محلل سياسي استراتيجي كده على شكل صغير. وعي، ما هو ده تعريف الوعي بالظبط، انه يبقى عندي مخزون كدا يحميني في وقت الامتحان اللي جاي يعني. ايوه بالظبط كده. ففكره ان انا ابتديت اشوف الناس بتتكلم في ده، يعني بتحلل وبتاخد وتربط حاجه من الواقع بحاجه من المسلسل ويوصل لكونكلوجن او نتيجه يعني. هو ده الهدف من المسلسل. انه ولما شفت ده بيحصل عند شباب صغير كمان كان سعادتي ابقى اكبر، لانه ده الشريحه ده اللي احنا صعب انك توصل لهم في النقطه دي. عاده بتبقى الشريحه فيها عاطفيه وفيها اندفاع مستن، ما بيبقاش عنده قوي التوقف والتحليل ورصد الامور. هي الفكره بس ان احنا نغير طريقه بصيرتنا على الاحداث مش اكتر يعني. فالحمد لله ردود الافعال بالنسبه لي في النقطه دي تحديدا كانت يعني مطمئنه جدا وسعيد بيها الحمد لله. اكيد، واحنا كنا سعداء برد فعل الناس وسعداء بيك ككاتب متميز. وانا بصراحه مبسوطه انك قلت مخلص قبل رمضان، ودي حاجه تحسد عليها. الى مزيد من الاعمال الحلوه، وكل سنه وحضرتك بالف خير. الكاتب الكبير استاذ باهر دويدار، مؤلف مسلسل العائدون.